Hi. Hi. All's good? Yeah. Nice. Okay. Good to see you. Thank you. الحمد لله على السلامة. أهلا. إيه مختفي يعني؟ كنت بسافر. فين؟ سافرت شغل. وضيعت دبلتك بقى في السفر؟ خدتي بالك. أصل أنا عمري ما شفتك من غيرها. يلا anyway أنا مبسوطة قوي إني شفتك. باي. لبنى. عمر. أنا عارف. أنا بفكر أبوظ كل اللي عملته في التمرين وأروح آكل. تاكلي معايا؟ بصي كده ليه؟ لا أبدا بس شكلك لذيذ. ولا عينك فيه، قلت لك اطلب لك رفضتي. أنا مش جعانة، وبعدين أنا أصلي ما باكلش لحمة. الحفاظ على توازن الكوكب. لا، ده أنا أنانية أكتر من كده بكتير. أنت أصلك ما تعرفنيش، بس أنا أصلي سمعت عن الهرمونز اللي بيحقنوها للبقر. وبعدين شفت دوكيومنتري قفلني من الموضوع خالص خالص. تحسيش ساعات انه في حاجات كتير لو ما عرفناهاش حياتنا تبقى احسن؟ هو اوبشن طبعا، يعني ممكن ندفن راسنا ونعمل نفسنا مش عارفين حاجه وخلاص. الاثنين غير بعض خالص. لما اتكلم لو ما جاتلناش المعلومه من اصله يبقى اريح. عادي، يعني انا مثلا عارفه كل الكلام اللي بتقال عني في النادي وفي كل حته. بس ولا فارق لي. الناس فاكره ان هي عارفه كل حاجه، بس بجد بجد محدش عارف حاجه خالص. انت فاهمني طبعا. لا يا ايمي، الديزاين مش واضح خالص. الله، اما البريف واضح قدامكم يا جماعه. المساله مش محتاجه اللات ده كله. هو احنا بنخترع الذره؟ طيب خلاص ايمي بليز اقفلي دلوقتي وقفي كل حاجه. بليز يا عمر العماره دي. خلاص نتكلم بالليل، انا مشغوله قوي دلوقتي. بس وقفي كل حاجه بليز. يلا باي باي. دي باي. ايه اللي هناك دي؟ ميرسي، انا اتبسطت. كان قصدك ايه لما كنت عايز تقولي حاجه؟ لا ده سؤال عبيط. خلاص ايه هو؟ مش مهم. لا انت ما تعرفنيش، ده انا زنانه قوي، مش هسيبك غير لما تقولهولي. لما قلت لي انت اكيد فاهم كل حاجه كان قصدك ايه؟ تقصد يعني الكلام اللي بيتقال عنك؟ بيتقال عني انا؟ بيتقال عني ايه؟ يا ده انا فاكرك انصح من كده بكتير. اصل مفيش حاجه بتستخبى. الناس كلها مثلا عارفه انت ومها سبتوا بعض ليه؟ وعارفين كمان انك مش مقضيها يعني عياط عليها. ده غير حوار الجامعه وبروفايل تندر وتظبيط في كارو جاز. يعني ما انت عارف الكلام بيلف. انا اسفه، هو انا ضايقتك؟ لا ابدا مفيش حاجه، انا بس لازم اتحرك. طيب مش هتيجي تشرب معايا حاجة؟ معلش مرة تانية. اوكي زي ما تحب. باي. تلك عينان لم تخلقا للنهار. خطر في نفسه وهو يتأملها من مبعدة تتحرك بين الطاولات تمازح هذه وتلاعب أطفال ذاك. هل يمكن للمرء أن يكون حقيقيا ومختلفا في الوقت ذاته؟ سلام.
سر كبير يقبع في أعماقها لا يملك سوى أن يرى انعكاسه من حين لآخر، يبدو ويختفي في لمح البصر، تقترب منه بابتسامة ناصعة لا يصدق ابتسامتها، حزنها أكبر. ما تقلقش يا كلمني لو احتجت حاجه في العرب. هايلة يا عمر، هايلة بجد، خلطة ممتازة ما بين إنها مشوقة وسهلة في القراية وفي نفس الوقت رواية تقيلة فيها شغل مش بسيط ما بقاش يتعمل كتير. أنت قريتها كلها؟ طبعًا، مش بس قريتها، أنا قريتها لناس كمان. مين؟ ناس أصحابي في النجمة. النجمة شركة الإنتاج؟ بالظبط، وقالوا لي إنهم مهتمين جدًا إنهم يتكلموا في شراء الحقوق عشان يبدأوا يحولوها لمسلسل دلوقتي، ده ما بيحصلش كتير. ده موضوع ممكن يمشي؟ جدا، دول بالفعل عرضوا رقم. الدرجة دي؟ احنا طبعا ممكن نزق الرقم شوية لو استنينا لبعد النشر. ولا نزق ولا حاجة، مش عايزين نهرب الناس. سيب لنا الموضوع ده، احنا محضرين خطة تسويق طموحة جدا، وبنفكر كمان نزقها للبكرة. ده كلام كبير جدا. احنا محضرين العقود علشان تيجي تمضي الاسبوع اللي جاي لو ده مناسب ليك. الاسبوع اللي جاي طبعا يا عم. طبعا. طيب ولو عايز تكلم حماك تستشيره وتاخد رايه برضه هيبقى مفيد. واضح انك مش عارف الاخبار. اخبار ايه؟ انا ومها سيبنا بعض. فعلا؟ ليه بتضحك؟ أنا آسف آسف، أكيد مش قصدي طبعاً، بس أنا مقتنع إن أنا بعرف أقرأ الناس. وإيه يعني؟ كان باين عليا إن أنا هطلق؟ بالعكس بالعكس تماماً، عشان كده بضحك على خيبتي. وإيه يخليك تستبعد حاجة زي دي؟ يعني انطباعات بسيطة ويمكن تكون ساذجة، بس الكام مرة اللي شفتك فيهم حسيت إنك مبسوط في جوازك. انا كنت مبسوط فعلا. وايه اللي حصل لو سمحت لي اني اسال؟ طبعا لا مفيش مشكله، امها انسانه عظيمه طبعا، بس خلفت. فانت دلوقتي بقيت سنجل في اربعيناتك. نعم 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 نعم. تجربه هايله بالنسبه لروائي. والله لو سالتني ما انصحكش. انا لا 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 لا، انا اجبن من كده بكتير. قرار زي ده عايز أعصاب من حديد، لكن ما تنكرش برضو إنه له سحر. ده محدش هيسألك بتعمل إيه، عندك مساحتك الخاصة، أنت ممكن دلوقتي تاخد طيارة وتطلع على دبي الليلة دي، تصرف نص فلوسك ومحدش يسألك أنت فين أو بتعمل إيه. أنا ممكن أقعد ساعتين أعدد لك في مزايا قرار زي ده. انت كده قلقتني عليك. لا 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 لا، بقول لك انا اجبن من كده بكتير. طيب سؤال تاني لو سمحت لي برضو. اخر سؤال. مها
حاسس انها وحشك.